الافافات لازال هو يعني لازالت التواصل يعني معه في الحق لم ينقطع، وهو ضروري لانه كلما يلتقي الجزائريون فيما بينهم كلما معضله الجزائر وازمتها يسهل حلها. بالنسبه لكلام الشيخ علي بالحاج، طبعا لا يمكن ان يكون هناك حل لازمه الجزائر في غياب الاطراف الفاعله. لما تكلمت عن العقد الوطني، العقد الوطني في روما كانت فيه المعارضة، كان فيه بن بلة، كان فيه عبد الحميد مهري، كان فيه يعني أيت حمد، كان فيها أسماء كثيرة، ولكن ما دام ماهوش في الجزائر وفي غياب السلطة ما يقدرش يؤدي، رغم أنه إنجاز تاريخي. اللقاء تاع مازفران إنجاز تاريخي بالنسبة للجزائر، لأول مرة تلتقي المعارضة تحت قبة واحدة فيها شخصيات يعني من كل المشارب من كل الأطراف، وفيها حتى مسؤولين سابقين يعني ورؤساء حكومات ومسؤولين في الدولة، لكن في غياب السلطة يبقى هناك نقص. ففي تقديرنا حسب ما تفضل الشيخ علي بالحاج حفظه الله، أيوة، أن حتى نحل أزمة الجزائر لابد تكون المعارضة كلها بدون إقصاء بدون استثناء، تكون الجبهة القوى الاشتراكية، تكون الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تكون السلطة، لابد من حضور الجميع حتى نربح الوقت. لا تعتبر هذا خطابا جديدا في هذا في فلسفتكم للعمل السياسي ولا في لا طريقة؟ هذا ليس بجديد. أولا نحن التقينا بمبعوث السلطة في سنوات من قبل، التقينا بالرئيس زروال مرتين، التقينا يعني بمسؤولين كثيرين في الدولة، فالالتقاء بالسلطة هو من الضروريات يعني في الحقيقة، هو من الأمور اللازمة حتى سوف نفصل في هذا الشيخ كمال جنبازي، ولكن ناخذ راي زهير ايت مهوب. كيف تقرا هذه الحركه التي يقوم بها الفيس الان، تحديدا عندما يقول لك ليست ظاهره جديده ان نلتقي مع الافافاس، وليس ايضا جديدا ان نلتقي مع بعض الاصوات داخل السلطه؟ هي انا ارى انه الطبقه السياسيه في الجزائر خاصه المعارضه والفيس كطرف من الاطراف، يعني هناك نضج سياسي وصلت إليه المعارضة بكل أطيافها ومشاربها، وهذا شيء جميل جدا وشيء يعني سيضفي نوع من المصداقية على العمل السياسي في الجزائر. هذا الشيء ربما سيأتي بنتائج حسنة للبلاد، لأن البلاد تعيش اليوم أزمة حقيقية وأزمة شرعية كذلك، و يعني والفاعل يعني والازمه هذه يعني تمتد الى الازمه التي نعيشها اليوم، هي امتداد لفتره من فترات وهي فتره التسعينات. يعني نحن ما زلنا اليوم نتحدث عن فتره التسعينات، يعني لم تحل القضيه كامله. وانا كنت نقول يوم من الايام انه لا يمكن ان نمضي قدما بغير الحقيقه، قول الحقيقه والعداله لما لا. اذا يجب يعني هذه الخطوات، لكن المشكله اليوم عندما نرى هذه خطوات الفيس في ممثلة في قيادتها بكل أطيافها، لأنه اليوم نتحدث عن الفيس وعن مجموعات يعني وتكتلات داخل الفيس حتى، لكن أنا أرى أن السلطة يعني دخلت في هذا العراك، يعني بين قيادات الفيس اليوم دخلت السلطة كطرف، يعني السلطة أخذت قيادي من قياديين الفيس مثلا مدني مزراق الذي يقول أنه أنا لدي يعني اتفاق مع السلطة أكبر من الدستور حتى. يعني هذا كلام غريب جدا، يعني من ما هي هذه الاتفاقيات التي أبرمت في الخفاء ولا يعلم ربما ناس؟ يعني سنطرح سؤال السي جمازي ونقول له يعني وشنو اسكو هما على بالكم انتم كاين يعني اتفاق سري لهذه الدرجه من الخطوره او من يعني هي اكبر من كل شيء في الجزائر؟ يعني هذا كلام غريب. يعني مدني مزراق اليوم يقول نحن اسس حزب سياسي، يعني والقيادات الاخرى واش راح نديروا لهم؟ يعني السلطه عندما تدخل نفسها في 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 تركيب سياسي او في كيان سياسي يعني ستكسره ستهدمه. طيب خلينا يعني في فتره التسعينيات، انت ذكرت وتعرف بان هذه التسعينيات او هذه الفتره تستعمل من طرف كل طرف عنده تفسير لهذه الفترة. أنت عندما ترى نفس القيادة التاريخية التي كانت في الجبهة الإسلامية ممثلة في الشيخ علي بالحاج، كمال جمازي، جدي مع حفظ الألقاب طبعا، كل هؤلاء هم أنفسهم الذين تم إقصاؤهم في مرحلة التسعينيات يعودون الآن لممارسة أو للبحث عن حل سياسي مشترك مع السلطة. هل تعتبر هذا منطقي؟
انا ماشي باش نصحح لك يعني باش يقولوا يشاركوا مع السلطه، انا لن اتهم الاشخاص يعني انا ماشي حنقول هذا الكلام لانه هما يقولوا بمشاركه السلطه يعني يقولوا السلطه معليش تجي تحاور معنا يا زهير واش نعم معناتها؟ نعم صح كاين كاين فرق كاين فرق يعني في القيادات في الوجوه التي نراها اليوم اللي كانت مقصيه في التسعينات يعني انا نقسمها على طرفين، طرف مشى راهو يمشي مع السلطه الان وطرف يريد ان يذهب الى المعارضه. الطرف الثاني غير موجود معنا في الطاوله، خلينا في الطرف الموجود معي في الطاوله. في الطاوله انا نشوف الماز يعني يروح يشارك مع المعارضه في مازافرون، يروح عند بيت الافافاس ويقول وياك مازافرون ثاني قالوا يعني يكون فيه تغيير بمشاركه السلطه، الجميع متفق على ذلك وهي حقيقه في الجزائر يعني بدون السلطه الفعليه لا يوجد حل. ولكن الا ترى سيد كمال قمازي بان البعض يطرح هذا السؤال، السلطه تتحاور مع مدني مزراق والافافاس الذي يتحاور مع السلطه هو الذي يتحاور مع الفيس، يعني وكانكم كل واحد في جهه والسلطه هي التي الرابح الاخير لانها تربح مزيد من الوقت. وأنتم بهذه المبادرة وإن كانت النية حسنة نعم. تمنحون لهذه السلطة الوقت الذي تريده. على كل حال يعني وورد في أثناء الكلام يعني نقاط كثيرة يعني فتل ربما لابد من وقت طويل حتى لا تفضل هو الحوار مفتوح نعم بارك الله فيك. أولا بالنسبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ لما تأسست يعني في سبتمبر 89 وقدمت ملف لدى وزارة الداخلية على أساس أنها حزب سياسي له برنامج سياسي له قانون أساسي لم يكن لها جناح مسلح يعني موش مثل جبهة التحرير يعني في 54 كان هناك لفلان لا إلان يعني كان جيش تحرير وجبهة التحرير احنا كحزب سياسي دخل الانتخابات فاز في الانتخابات المحلية ثم التشريعية والتاريخ هذا معروف الظروف يعني وقف المسار الانتخابي والانقلاب على اختيار الشعب وفتح المعتقلات وفتح السجون والمفقودين والطرد من العمل يعني الظروف العصيبة والصعبة التي مر بها الشعب الجزائري ومنه مناضل الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو الذي أدى بالإخوة حتى يتميزوا عن الإجرام وعن الأفعال المخالفة للإسلام أنت تدافع عن هذه الظروف الآن يتميزوا عن غيرهم بتأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ آنذاك ليست مبررة ليست مبررة عفوا وكان لحتى لو انتم جبتوا يعني في الشروق الوالي بشير فريك وانت سالته قلت له يعني متى كان هناك الصعود للجبال قال لك منذ فتح المعتقلات قال لك في جيجل وجيجل هي منطقه كان زميل جبليه كان زميل اخر ساله نعم كان زميل نعم عفوا المهم قال بانه قال بأن كان ردة فعل فتح المعتقلات هذا مسؤول في الدوله يعني صح وهذه شهاده وحتى بوتفليقه قال في ذلك الوقت لو كنت شاب لحملت السلاح يعني هذا ماهوش قضية الدفاع وعدم هذا كان هناك واقع مرت به البلاد ثم كانت الجبهه الاسلاميه للانقاذ تدعو الى الحل السياسي والسلمي في خلال رسائلها وفي خلال اتصالاتها مع السلطة وذكرت حتى الاتصال مع زروال الذي كان يسير يعني في اتجاه حل سياسي ثم جاءت الظروف تاع الهدنة و يعني كانت هناك مصالحة عرجاء يعني في الحقيقة لأن لحد الآن مازال لم تسوى لا مشاكل يعني المسلحين الذين نزلوا من وضعوا السلاح ولا المفقودين ولا يعني ما زالت في الغالب دار لقمان على حالها فبالنسبة للإخوة الذين كانوا في الجيش الإسلامي للإنقاذ من خلال اتصالاتهم هم قالوا أنه لهم اتفاق مع السلطة في جانبه الاجتماعي يعني العودة للعمل وفي جانبه في جوانب معينة لكن الجانب السياسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ لها بابها ولها ممثلوها الجميع يعرف أن رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو الشيخ عباسي مدني ونائبه علي بالحاج والأعضاء الذين كانوا في المجلس الشوري معه يعني باب السلطة يعني مدني مزراك لا يمثل الفيس مدني مزراك لا يمثل الفيس المدني مزراك يتحدث باسم التنظيم الذي كان
في تنظيم عسكري في يوم من الايام الجيش الاسلامي لا تعتبره الان هو يعلم ان الناطق باسم الجبهه الاسلاميه هو الشيخ عباسي مدني والشيخ علي بالحاج والمسؤولين التاريخيين الذين لا زالوا الى اليوم في الحق لم يتوقفوا في اي يوم من الايام عن العمل وعن النشاط باسم الجبهه الاسلاميه. لماذا لم تقوموا الشيخ كمال لماذا لم تقوموا بالرد على مدني مزراق عندما استعمل بعض الكلمات النابيه في وصف علي جدي حين قال له لا يوجد جناح عسكري؟ ايضا الشيخ علي بالحاج قال لا يوجد جناح عسكري الان للفيس وهو استعمل كلمات مثل الغدر والخيانه. لا هو على كل حال يعني انا من طبعي نحب نصوب الاخ نروح له لداره ونقول له يعني كلام. هل اتصلتم به بعد هذه التصريحات؟ لا لحد الان حسب علمي انا لم اتصل به. يعني تتصلون بالافافاس والسلطه ولا تتصلون بجناح عسكري كان محسوب عليكم؟ لا اتصل بمدني مزراق يعني بشكل عادي وعلاه ما نتصلوش به هو واحمد بن عيشه ولا غيره من اخواننا الذين كانوا في الجيش الاسلامي الانقاذ يعني في الحق لا مانع من هذا يعني. طيب زهير ايتمه بالسلطه حاليا هل تتفق مع على انها تلعب كل الادوار؟ انت لمحت الى وجود اختراق الان للفيس ولكن هذا من دهاء السلطه وذكائها انها تخترق انها تذهب الى الدفاع الى الهجوم كافضل وسيله للدفاع وتخترق جميع الاحزاب السياسيه نعم. للبقاء يعني لا لوم هذا عليها هذا عملها من المفروض نلوم المعارضه. لا هذا عملها طبيعي لا نلوم المعارضه ونقول لك انا لماذا لانه ما هز اركان النظام في الجزائر والسلطه هو عندما ذهبت جبهه الفيس يعني عندما ذهبوا الى لقاء زيرالدا مؤتمر زيرالدا السلطة في الجزائر لن تسمح بذلك، لن تسمح للفيس مثلا أن ينضم إلى المعارضة في الجزائر، يعني الفيس كانت ورقة تستعمله هي آخر ورقة للنظام الجزائري يعني بالمناسبة سنقولها، هي آخر ورقة كيفاش ورقة تستعملها؟ تستعملها للضغط على المعارضة وللضغط على الشارع للضغط على الجزائريين هي ورقة الفيس يعني للترهيب يعني للترهيب دوك نقول لك يعني في خلال ياك قلتها انا خطره انه سمعنا هذيك الاسبوع قبل الانتخابات الرئاسيه ما جرى يعني كان من تخويف ويعني كنا نقولوا للناس لو كان ما تصوتوش على بوتفليقه لو كان ما نروحوش فكون السلطه ما تبقاش نولوا لسنوات الارهاب اتسيتيرا يعني بالامس سلال قال لابياس بانه الشعب انتخب على السلم والاستقرار السلم والاستقرار يعني اليوم نستعملوا ورقه يعني لانه ورقه الفيس هي رمزيه في الحقيقه وليست ورقه فعليه حب يقول يعني الفيس راح يغدوا يحكموا سلاح ونروحوا نديروا الحرب ماشي هذا هو المشكل ما راه القضيه ليست هكذا القضيه يعني هي رمزيه يعني نقول لهم هاي ليك هاكم تشوفوا فيهم هاد الناس يعني كنت تحركوا الحين يديروا لكم واش درنا في التسعينات انا نقولها ونعاودها اليوم يعني بالمناسبه مادام ما قلناش كل الحقيقه يعني نقولها ونعاودها كل الحقيقه بكل الاطراف جرى ايه في التسعينات هذا واش راني نقول في كل الاطراف في التسعينات انا لن ما نتهم لا قمازي لا اي شخص لكن كان ناس معروفه لا تعرف فعلا زهير ايتموب انا عندما تقول لي مطلوب الحقيقه انا لو كان عندي طرف الان في النظام نقول لك حاسب النظام ولكن الان لدينا طرف سياسي هو الجبهه الاسلاميه وجد نفسه من حيث شاء او ابى يرفض كل شيء النظام اوكي النظام ولكن كل شيء. ما مدى مسؤوليه الجبهه الاسلاميه في قول الحقيقه للشعب الان حتى تلعب دورا جديدا يقولون الحقيقه يعني انا كي نسمع مدني مزراق يقولنا بلي انا عندي اتفاق انا نسمعه جديد يعني اني نشوف الاسابيع الاخيره كل اسبوع كنا هناك جديد حول التاريخ حول قضايا يعني صارت يعني في 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 فتره التسعينات يعني عندما يقول انا درت على بالنا كان اتفاق هذا امر على بالنا كاع به لكن ما كناش على بالنا بلي في بنود الاتفاق هناك يقولنا كاين مرسوم يعني يسمح لنا لينا احنا الجيش الاسلامي للانقاذ بممارسه السياسه انا ما اجتهد ما كانش في طيب كإعلامي هل تعتقد بأن الفيس بعيدا عن مدني مزراق وعن تياره أو مشروعه حتى هو عنده مشروع لتأسيس حزب بديل ولكن هل تعتقد بأن الفيس ما يزال رقما مهما في الشارع الجزائري ما على بالناش يعني انا قلتها خطرة ما عندناش المعطيات الكافيه اللي تقول انه هو رقم يعني رابح ولا ماشي رابح او عنده قاعده نضاليه او لا عنده ما على بالناش لكن السلطه تستبق الاحداث وتستبق كل الامور تشتت فيهم اليوم نشوفوا نزاعات واحد يقول له انت اصمت انت اسكت واحد يقول له انت خائن واحد يعني الصراع يعني هذا يمهد لشيء يمهد لعوده كيان ربما عوده الفيس بي يعني ما على بالنا بصوره من الصور لكن ليس عوده الفيس الحقيقي يعني زي ما نقولوها يعني ما نخافوش كبديل يعني ما نستعملوا شيخ كمال القمازي
زيادة على أنه هل ما زلتم رأيا رقما ثقيلا في المعادلة؟ في المعادلة السياسية أنتم الآن رقم مهم مادام الجميع يتجه إليكم، ولكن من حيث الشارع، معطى الشارع، هل تعتقد بأن القاعدة النضالية التي كنتم تحتكمون إليها في سنوات سابقة ما زالت حتى الآن بإمكانها أن تقف وراءكم في حال كان هنالك انقسام واتجاه لتأسيس حزب بديل عن الفيس؟ بلا شك. وعلى كل حال الأخ يتكلم بالأرقام، يعني طبعا الانتخابات السابقة لا يمكن أن نحكم على انتخابات مزورة، يعني نقصد يعني بالنسبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ربما الرقم اللي راهو موجود هو آخر انتخابات نتاع 26 ديسمبر 91. الوطنية تغيرت، معليش، الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان لها 3,250,000 يعني صوت، هذا شيء واقع. يعني الظروف التي جاءت فيما بعد كلها عملت على محو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يعني هذوك المعتقلات وهذاك القتل وهذاك الشيء اللي وقع كله حتى لا تبقى لها باقية. بفضل الله سبحانه وتعالى لازلنا موجودين، لازلنا موجودين، يعني في نحن الآن شريحة كبيرة في الشعب الجزائري، ربما مناش في دولة اللي فيها يعني تاع صبر الاراء اللي سونداج يعني اللي بها نقدر نعرف يعني مادام ما كاش كده عرفنا بلي راكو شريحه واسعه، نعلم هذا سواء يعني من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال تجولنا يعني عبر الولايات. يعني لو كنا نرجع للافلان مثلا، بالنسبه للافلان في ال 91 كان عنده 1.5 مليون يعني من الاصوات، الان في الانتخابات الاخيره بالتزوير عنده 1.5 مليون من الاصوات، يعني فتشوف يعني بعد تقريبا ربع قرن حزب يعني 1.5 مليون بالتزوير عنده 1.5 مليون، معنى هذا راه في تدحرج وفي تقهقر كبير. لكن بالنسبه للجبهه الاسلاميه للانقاذ، الشيء الذي نراه والذي يعلمه وهذا هو الشيء تعرفه السلطه وتعلمه المعارضه كذلك، يعني ان زالت الجبهه الاسلاميه للانقاذ سواء يعني حتى في بالنسبه للمسيرات نصرة لغزة، بالنسبه للتواجد يعني تستطيع التعبئة او التجنيد. نعم تستطيع التعبئة او التجنيد، فهو فهي رقم فاعل ممتاز. لماذا هنالك احساس او انطباع، وصحح اذا كان هنالك خطا، في انكم توجهتم الى الافافاس حتى لا تذهبوا الى السلطه مباشره بعدما شاهدتم بان هنالك محاوله لتاسيس حزب بديل عن طريق تفاوض السلطه مع مدني مزرعه؟ لا، هذا لم يخطر أبدا بالبال. هو في الحقيقة نحن متفتحين على جميع القوى السياسية والأحزاب والمعارضة، جاءتنا دعوة من التنسيقية للانتقال الديمقراطي والحريات، هذيك ماهيش مشكلة، السلطة هي المشكلة، شاركنا معها. بالنسبة للأفافاس عرض مبادرة، كانت تطرح علينا أسئلة من خلال وسائل الإعلام، ما رأيكم في مبادرة الأفافاس؟ قلنا لا نحكم على الشيء قبل الاطلاع عليه، حتى نلتقي لقاء مباشر مع قيادة جبهة القوى الاشتراكية. التقينا معهم يعني بشكل ودي، طرحنا الاستفسارات التي كانت يعني موجودة عندنا، حاولنا الجمع. قلنا للأفافاس لماذا لا تأتون مثلا إلى لجنة المتابعة والتشاور وتعرضوا الفكرة على الجميع، لماذا تكون هناك لقاءات فردية؟ ما دام الأفافاس يدعو إلى الإجماع وإلى الوفاق والمعارضة التي نحن شركاء معها مثل ذلك، لماذا لا نجتمع على قواسم مشتركة؟ وكما قال الشيخ علي بالحاج يكون لقاء فيه الأفافاس، فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فيه المعارضة، فيه السلطة. ممتاز. هكذا حتى طيب. نجنب يعني ممتاز. طيب زهير أيتم، هو بتعرف بأن الأفافاس عندما ذهب إلى السلطة وتحاور معها وطرح هذه المبادرة التي هي عبارة عن ورقة بيضاء كما قال، الجميع اتهمه بأنه يريد أن يربح السلطة مزيدا من الوقت. وأنت قبل قليل ذكرت بأن الفيس وصل إلى مرحلة من النضج السياسي عندما شارك في لقاء مظفرة. ألا ترى بأن هنالك الفيس وبقية القوى، ولكن ألا ترى بلي كاين تناقض عندما نذهب إلى الأفافاس الذي ارتمى في أحضان السلطة كما يقول البعض، يعني ثم نطالب بتغيير شامل وديمقراطي في مكان آخر؟ يا شوف، مسألة الأفافاس اليوم هي إشكالية، يعني ولات مشكل. دبر أسكو الأفافاس شاف السلطة،
من شكون اللي شاف السلطه؟ شاف احزاب الموالات. لا احزاب الموالات ماهيش السلطه، السلطه الفعليه في الجزائر ليست احزاب الموالات ولا الافلان ولا الارندي ولا غيرهم، ولا حتى وزير ولا حتى مسؤول. السلطه الفعليه في الجزائر يعني عندنا نعرفوا عندها وجهين يعني لعمله واحده. راحوا شافوا الجيش ما شافوش الجيش، شافوا بوتفليقه الرئيس ما شافوش الرئيس، ما شافوش الجيش لانهم ضد استعمال العسكر في عمليه تغيير ديمقراطي. لكن السلطه الفعليه في الجزائر من هي؟ يعني نطرح السؤال قبل كل هذا، من هي السلطه الفعليه في الجزائر؟ عندما نحدد من هي السلطه الفعليه نروح نحاور السلطه. هم يشوفوا العكس. لكن هم يشوفوا العكس. إيه؟ لانه هذا هو الافافاس، الافافاس يشوف هكذا، والمعارضه الاخرى تشوف الامور على اساس اخر، تشوف على انه الجيش هو دائما القائد الفعلي واللي عنده القرار في الجزائر. ليس كلهم. ما قلتش كلهم. حمروش قال بانه الجيش يمارس، ولكن البقيه بالمناسبه تنسيقية يعني الانتقال الديمقراطي فهموا الامور يعني فهموا الامور. عندما نقول الجيش انا لا اتحدث عن الجنود وعن لا نحن نحكي على القياده، على قائد الاركان، نائب وزير الدفاع. نكون اكثر الاخر تحديد يعني الجنرالات المسيسه هي باش نكونوا يعني الجنرالات يعني اللي تقوم بالسياسه فقط، اما الباقي ما عندهم حتى علاقه مع الـ مع الـ مع هذا الام. ما بقاوش يعني بزاف الجنرالات اللي بقاو مازالهم عندهم السلطه. هل انت يعني في مخيلتك انهم هما اعتزلوا الممارسه السياسيه؟ هم يقولون بانهم اعتزلوا في السياسه. نحبينا ولا كرهنا مازالهم في السياسه. القايد صالح بنفسه يعني صرح تصريحات في هذا المجال يعني مازال لم نسمع التصريح، تردد بانه تردد يعني ايوه تردد هذه فيها وفيها داكور فيها وعليها معليش اللي بصح ما كانش هذه قال لك فاد في ميسون فو ما خرجش هكذاك برك يعني معليش حنا ما لناش حين دوكا حتى الافافاس لو التقى بقايد صالح ربما لا يعلنها اعلاميا. هذا هو المشكل الان. اذا كان الافافاس لا يلتقي حتى بوسائل الاعلام وما يخبرش. معنا قمازي نقولوا واحد الكلام في هذه النقطه بالذات، هذه الناس اللي طرح تحت الطاوله الناس فوق الطاوله يعني انا الافافاس كذلك لن اتهم الافافاس يعني انه هو يقوم بترتيبات تحت الطاوله، هذه ما على بالناش بها، هي تحت الطاوله نهار اللي تخرج للعلن نقولوا فيها ونقولوا شو نقولوا. ممتاز. انه الفيس اليوم مثلا كاين الناس من اطراف من الفيس راهي تتناقش تحت الطاوله، وكاين اطراف خرجت للعلن هما كيروحوا رحنا للافافاس قالوا احنا رحنا للافافاس، راحوا لتنسيقيه الانتقال الديمقراطي والتغيير كانوا يكشفناهم كاع اهلا مرحبا مليح يعني. لكن الفيس اليوم باش نقولوا لواحد يعني احنا اسكنا نشوفوا الفيس كوعاء انتخابي يعني حيكون عنده ادوار مستقبليه، او الفيس كطرف من اطراف الازمه وكسبب من اسباب الازمه كما يقول البعض؟ هل نحن نرى الفيس اذا كطرف من اطراف الحل السياسي الحل للازمه التي نعيشها، نرى الفيس كدور فاعل في المستقبل؟ انت يعني كيف ترى؟ انا نشوف الفيس اليوم يعني على حسب ما فهمت من يعني سيون في اناليز على قعوشه وصاري، نشوف الفيس اليوم جاء كطرف لحل ازمه سياسيه يعني اللي تبعت يعني سنوات التسعينات، يعني لانه نعيش قلتها انا نفس المرحله يعني امتداد لسنوات التسعينات، انا نشوف اليوم على انهم كاساس حل لازمه. اما الان واش راح يكون من بعد غير بال على باله، لانه لكن نطرح السؤال اليوم يعني كان احد من وجوه الفيس تستطيع ان تطرح طبعا مباشره نطرح له سؤال نقول له هل انتم يعني كي مشيتوا مع تنسيقيه الانتقال الديمقراطي وتروحوا تشوفوا الافافاس، هل الغايه منه هو يعني للعب دور سياسي يعني اني حاب يقول لي حل ازمه من ازمات البلاد، ام انتم يعني تشوفوا روحكم عندكم دور سياسي فعال يعني في المستقبل؟ يعني انا السؤال اطرحه بكل عفويه. معلش هو على كل حال يعني من خلال ما ورد يعني قبل الاجابه عن السؤال، يعني اولا بالنسبه لانه ان هناك نضج يعني لدى الخطاب تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ، هو الجبهه الاسلاميه للانقاذ ربما ذلك الطمس وذلك التعتيم اللي ربما خلى الناس نسات الخطاب الاصلي يعني والخطاب، يعني احنا مثلا قدمنا وثيقه للسلطه يوم 18 جوان 95 لو كان نطلع عليها نصير فيها نفس المبادرات ونفس الاقتراحات لا نقول فيها الان، وهذه عندها 20 سنه، يعني ربما الخطاب تطور حسب مقتضى الحال، حسب الاوضاع، حسب الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، الاوضاع الصعبه. بالنسبه للجبهه الاسلاميه للانقاذ الشيء الذي نراه انها مجموعه من الجزائريين
راهم 1000، راهم مليون، راهم 10 ملايين، راهم أكثر أو أقل، مجموعة من الجزائريين لهم الحق في ممارسة حقهم السياسي وحقهم المدني، يشاركون مع غيرهم في بناء الجزائر، يشاركون مع غيرهم. البلاد راهي مقبلة على أوضاع خطيرة، سواء يعني من ناحية الاقتصادية تتدهور أسعار البترول، من ناحية الأمنية اللي راهي حروب على كل حدود الجزائر، الأوضاع الاجتماعية، الانحراف تاع الشباب، مخدرات، الفساد الكبير. لا يمكن أن نقصي طرف ونهمشه، لأن الحل تاع الأزمة لا تستطيع أن تحل. ومن هذا المطلق جاءت مشاركتكم، لا المعارضة لوحدها ولا حتى الجبهة الإسلامية للإنقاذ لوحدها. طيب، لا بد من وضع اليد في اليد بالتعاون مع الجميع. من هذا الباب جاءت مشاركتكم. إجابة على السؤال زهير أيتم، ولكن كيف تنظر إلى السلطة الحالية؟ كيف تنظرون إلى السلطة الحالية؟ لا، السلطة الحالية في الحق دار لقمان على حالها. السلطة يعني سواء أننا نشوفها في 92 ولا الآن، لا زالت الجيش هو الذي يأتي بالمسؤولين، هو اللي يدير الرؤساء، هو اللي يدير يعني يعني تنظرون إليها على أنها سلطة فعلية أم شرعية؟ هي في الحق السلطة لا شرعية لها، هي سلطة. إذا كيف تتحاورون مع طرف غير شرعي سيد كمال؟ على كل حال يعني السلطة الفعلية هي اللي راهي بيدها المسؤولية، وهي اللي راهي بيدها الحل. الإرادة السياسية لو كان كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو كان تريد أن تحل يعني الأزمة بالتعاون مع المعارضة وبالتعاون مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبالتعاون مع الجميع، يعني لفعلت ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة. شوف المناصرين باش يناصروا الفريق الوطني في السودان، تدفع الباسبور صباح وتديه العشيه، معناها كي تكون الاراده السياسيه حواركم مع قادر ممتاز. يعني حواركم مع الاف اف اس الان مبدئيا، لا تعرفون متى سوف تكون ندوه الاجماع الوطني، لم تصدروا قرارا نهائيا ان كنتم ستكون طرفا فيها، الا يعني ترى بانه يرجح كفه مبادره الاف اف اس عن مبادره شاركتم في اطلاقها؟ هو في الحقيقه يعني الجبهه الاسلاميه للانقاذ لها تصورها للحل. كنا وزعنا على الصحافه يعني مبادره في سنه 2012 وشاركنا في ندوه مزفران برؤيه، وقدمنا ورقه الى المكتب يعني المسؤول على تلك الندوه، وكذلك من خلال ذهابنا الى الاف اف اس قدمنا شيء مكتوب، قدمنا رؤيه الجبهه الاسلاميه للانقاذ وتصورها للحل. بالنسبه لجبهه القوى الاشتراكيه تقول انهم يعني في الاف اف اس يريدون جمع الجميع على طاولة واحدة، سلطة ومعارضة. قالك حتى الرأي نتاعنا راح نقولوه في يوم الندوة، ويكون لنا من الوقت مثل غيرنا، وقالك حتى التاريخ نتاع الندوة هذه قابل للنقاش، وما يقولوا 23-24 فبراير ممكن يتغير معناه. لكن بالنسبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، أنا قلت تواصلنا مع الأف أف أس حتى نعلم منهم وماذا نحكم عليهم دون أن نستمع منهم، لكن لحد الآن موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم يتخذ حتى نتشاور فيما بيننا كقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحتى نعرف رأي إخواننا في الولايات وإخواننا في الخارج وجميع من له حق أن يدلي برأيه. ممتاز. وهذا الموقف وصلت، وهذا الموقف من طرف الفيس باختصار زهير أيتم وهوب، في حالة ما إذا وافق على المشاركة مبدئيا وافتراضيا في الأفف مع مبادرة الأفف أس، هل هذا سوف يرجح كفة المبادرة هذه عن المبادرة السابقة؟ أنا لا أظن أن راح يكون فيها ندوة يعني ندوة الإجماع الوطني تاع الأفف أس، أنا لا أظن ذلك بتاتا. لماذا؟ لأن السلطة لن تركع أبدا لهذا المطلب، السلطة لن تجيب على هذا، السلطة لن تأتي أبدا إلى طاولة نقاش وحوار مع كل الجزائريين. السلطة في الجزائر تترفع، السلطة في الجزائر ستكسر كل المبادرات بمن فيها، بمبادرة الانتقال الديمقراطي، مبادرة الأف أف أس، أما لا جبت لي الأفلان والأران دي تحطهم لي في طاولة تقول لي هذه السلطة، يعني هذا ضحك يعني على ضحك على الجزائريين. وهذه الأمور يعني يجب أن ننسق في هذه الأمور، نخلوا الوقت للوقت ونشوفوا يعني نوايا الكل، نوايا الفيس، نوايا الكل الجميع إن كانت صادقة. زهير أيتم وهوب الإعلامي، كمال قنبازي القيادي في الفيس المحظور، شكرا لكما مشاهدينا الأعزاء، إلى اللقاء.